اهلا وسهلا، احنا في زريبة العليا في ولاية زغوان. طبعا زريبة العليا هي قرية جبلية، احنا في حوض تاريخي غني جدا اللي هو يبتدي بالسكان الاصليين للبلاد اللي هما البربر، ويمتد في احقاب تاريخية متعدة الى الرومان ثم الى البيزنطيين ثم الى الفتوحات الاسلامية، والقرية طبعا اسلامية باعتبار وجودنا في هذا المعلم الإسلامي الرائع اللي هو مسجد الجامع لزريبة العليا.